رانيا الشراب الاسود المنقط باسود فين؟ في الغسيل. طيب بالنسبة بقى للشراب الفراني المنقط رمادي فين؟ اتقطع. يعني ده في الغسيل وده اتقطع. طب كويس قوي. طيب بالنسبة بقى للساعة بتاعتي اللي كانت بتأخر فين؟ بقت تقدم دلوقتي. بقت بتقدم ما شاء الله. طب الساعة بتاعتي اللي كانت بايظة للأستيك بتاعها ده كان مهار، بتفكرها فين بقى؟ ياسمين رميتها من البلكونة. كويس انها رميتها من البلكونة. انا هتكل على الله دلوقتي انزل اشوفها، يمكن يكون حد لقاها مثلا خدها صلحها ولا حاجة. حرام عليك يا عادل، انا ما بقتش احتمل لاي شكل او نوع او مهاتره من انواع المهاترات المستفزه المبدئيه بتاعتك. ايه يا رانيا كميه الكلام اللي انت قلتيها ده انا بهزر معاك يا ماما، يعني الحق عليا، حق عليها يعني مثلا ان انا شايفك متضايقه ومش في المود بخرجك من المود واهزر معاك شويه يعني. واما انت بتهزر معايا يبقى انت اكيد عارف انا متضايقه ليه، واما انت عارف ان انا متضايقه ان انت نازل ليه؟ نازل لسبب بسيط جدا، ان انا رايح اقعد على القهوه، وانت عارفه كده كويس برضو يا رانيا، لان القهوه دي يا ماما عشره، فيها عشره كبيره جدا بيني وبين القهوه، عارفه الشاي بتاع القهوه بيجري في دم يا ماما. اوكي يا عادل هعمل لك يا حبيبي شاي يجري في دمك. الشاي اللي في البيت هنا بس برضو ما انت بتعمليه في فنجان، لكن بقى في القهوه بشربه في كوبايه ازاز، عارفه الازاز يعني زباله يعني. ولا تفرق معايا، انا اقيلك اوحش كوبايه عندنا واعمل لك شاي فيها. ما هي برضو مش حكاية الشاي بس، لأن أنا على القهوة كمان بلعب دومنة. يا سلام ألعب معاك دومنة عادي يعني؟ أي بس ما أنت ما بتلعبي معايا دومنة بتغلبيني، لكن أنا في القهوة بقى بلعب مع الواد رمزي وبغلبه على طول. يا جت على دي يا عادل، ألعب معاك دومنة واتغلب لك كمان. إيه تتغلبي لي دي؟ وأنا يعني بغلب أي كلام؟ أنا بغلب رمزي لعلمك بقى بمجهودي، وبعدين هو أنا عيل صغير عشان تتغلبيه؟ إيه اللي أنت أنا رايح القهوة. عجيب يا ده رفض والله. انا مش عارف ادول يعني، انت ليه برضو مصمم يعني نقعد في نفس ذات القهوه دي مره تانية؟ يا ابني لان القهوه دي بتقدم مشروبات يا ابني. دومنه وطاوله وكرشينه يعني. دومنه وطاوله وكرشينه دي مشروبات؟ ماشي مشيها مشروبات، واحنا بقى قاعدين بنشرب المشروبات هلعبك بقى ايه شاي سخن في وشك على طول. اصبر بس اصبر. حته باشا امرني استاذ عادل. يا حته ايه ما شاء الله عندكم النهارده زحمه جامده يعني. بسم الله ما شاء الله يا باشا، ربنا كرمنا الحمد لله. طب ما تشوف لنا ترابيزه ولا كرسي ولا حاجه. ما هو ما فيش يا ريس، ما هو لو في كنت جبت لك. يا حته اتصرف اهو، بص كرسي هناك اهو. لا مؤاخذه بس ده كرسي واحد وانتوا اتنين يعني. ما جراش حاجه، نخمس فيه احنا الاتنين على ما يفضلنا كرسي تاني. ماشي اتفضل يا باشا، صبروا نفسكم بيه بقى لحد ما اظبط لكم ترابيزه. ماشي يا حته تسلم. شكرا يا حته. هتقعد ولا ايه؟ امال ايه يا دول؟ ايه اللي امال ايه؟ لا ما الكرسي ده بتاعي انا معلمه، انا معلمه. لا معلمك ايه؟ ولا دول لا ليش هتغاب عليك؟ لا انا حبيت الكرسي، حبيت الكرسي. عشان تعرف بس انا اساسا محتاج اقعد عشان رجلي بتوجعني. طب ما انا دول يا ضهري واجعني من الوقعه دي. يا سلام انت لسه واقعها دلوقتي. بس طب اقعد جنبك، اقعد تعال اقعد هنا اهو حته صغيره كده. ايه صغيره قوي يا دوله دي؟ دي على ناصيه يالا. مميزه يعني. حته ايوه عايزين دومنه لو سمحت. احلى دومنه للاستاذ عادل. اتفضل يا باشا. طيب حلو قوي، بس هنلعب ازاي؟ مفيش ترابيزه؟ لا انا ما سددت بقى الدومنه فاضيه. استنى يا باشا لما اجمع لك ترابيزه، انت شايف الشغل كتير والدنيا زحمه الله يكرمك. ماشي دول احنا ممكن على فكره نلعب من غير ترابيزه. هنلعب على الهوا يعني. احلى طقطوقه الاحلى دومنه الاحلى، اتنين قاعدين على كرسي واحد. صباح الفل يا باشا. صباح الفل 100 100. دول احنا من اولها هو انا عايز القواشيت السوداء. سوداء ايه يالا؟ دي دومنه يا اهبل كلها بيضه واحنا بنلعب طاوله يا غبي يا غبي. ماشي يلا بقى نلعب. لا 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 هتقلبهم، ده بص كل البتاع قد ايه. تعالى كده. ايوه اقلب معايا اقلب معايا اقلب معايا بس شيل بقى قلبك. ماشي مش اشكال مش اشكال. مش قصدي والله ما كانش قصدي. مش مشكله ولا هو قصدك يعني. هعمل لك ايه؟ ماشي دول خد انت ايه دول 10. وانا هاخد ايه 4 بس. بس؟ اه يا دوله يا ابو الكرم يا دوله يا حبيبي دوله. طب ما تاخد واحده دوله. لا دي مش عايزاها. ماشي وريني. نزل دي كويس. نزلها يالا دي. حلوه كويسه كويسه. نزلها كده. اقوم انا منزل دي كده اهو اللي هي 6-2. بص نزل دي بقى. نزل انا بفكر العب بدي. لا نزل دي كده كده. ودي 6 اللي هي 6-6 دي اللي هي بتبقى اغلى حاجه دي. طب ينفع العب دي كده؟ لا ما تلعبش، استنى انا غلبت يا معلم.
ايه ده دولد؟ ايه ده؟ يا سبحان الله، ده انت كانك شايف ورقي بالظبط. يا ابني غير ما اشوف ورقك يا ابني، دي زكاوه، دي طبعا حاجه مش موجوده عندك يعني. يلا اطلب لنا اتنين شاي بقى بسرعه. ليه يا دولد؟ ليه انا مالي؟ اطلب لنا اتنين شاي وقول بقى. فاكر عليا يا عم، انا قاعد على الشارع يا عم، افرض دلوقتي توك توك جه خبطني. يا ريت حاجه تخبطك، بس التوك توك ما يقصرش، انت محتاج عربيه نقل بمقطوره. حته اتنين شاي بحليب حته. امرنا يا باشا. اتنين شاي بحليب بس مفيش كوبايات فاضيه بقى يا استاذ عادل، معلش يعني تستنوا لما حاجه تفضى ولا اعبي لكم في اكياس؟ اكياس يا عم، واحنا كل ما نطلب حاجه تقول مفيش حاجه فاضيه. مفيش حاجه فاضيه، معقوله يعني يا حته؟ طب انا هعمل ايه يا استاذ عادل؟ ما انت شايف بقى القهوه زحمه ولا زبونه. اللي مجنني بقى يا استاذ عادل ان المعلم صاحب القهوه برغم الزحمه دي كلها منزل اعلان عشان ياجر القهوه. ايه ياجر القهوه؟ امال احنا هنشرب فين بعد كده شاي وقهوه وكل اللي احنا عايزين؟ هقول لك يا ريس، الميه السخنه دي كلها لا مؤاخذه فلوس. حته اتنين شاي بحليب هنا بسرعه. انا ايه؟ حته شيشه وحلبه. حاضر. ايه حته؟ كرسيين وترابيزه وطاوله يا حته. حاضر يا حته. ايوه لا كنت بجرب صوتي بس. يا حته بس عادل لم الدومره دي بقى. دلوقتي يا حته انا جازفت واجرت القهوه دي، وبعدين زي ما انت وعدتني يعني هتاخد بالك منها، يعني انا مش عايز اخسر فيها لو سمحت يعني. حته باشا سيبها على الله، وحته دايما تحت امرك. طب وانا دولة بقى يعني ماليش مكان في الحته دي؟ انت لازم تيجي تقعد جنبي واثبتك جنبي، ما اقدرش اسيبك هنا في البازار تضرب السياحه لمصر كلها. استاذ عادل القهوه جاهزه وخزينها موجود والزباين هناك. كده كده ايه كده؟ دي بيعملوا ايه يعني؟ كده يعني كتير. كده كتير؟ اه. امال لو قليل يبقى ازاي؟ قليل. طب لو نص نص؟ انت بتتكلم ليه؟ نص نص بتتكلم ليه؟ ها ها. نو 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 جو. دول الزباين دول بتوع يا حته اللي هنبتدي دخامه بقى رمز. لا بتوع انا معلش بعدين. لا انا عارفهم يا عم، كانوا بيجوا لي البازار يا ابني. قالوا حته بلا بازار. بقول لك هات هات بقى حته. هات بقى ما ترخمش بقى، وريني الشغل يا اخويا. هتوقعهم يا حمار. يا حمار هتوقعهم. عجبك كده؟ كده عجبك كده يا رمزي؟ تفتح كل شويه توقع مني. تفتح يا رمزي بقى. ولا 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 في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي انت كسرته ده؟ خد تعال هنا، خد تعال هنا. اتكلم يا زفت. هات الحمار. خش خش تعال. ايه ايه؟ يعني انت ما بيكفكش تكسير في البازار جاي يكسر لي هنا في الاول؟ يعني انت غاوي تخرب بيتي وخلاص؟ مش قصدي يا دوله والله، مش قصدي. وبعدين دولت الزباين بتوعي وهو اللي كان واقف. لا بتوع انا يا اخويا، بتوع انا. لا بتوع انا. انا عايز الطلبات على الارض قوي. انا بص بس لا بس رمز بس رمز. في ايه يا حته؟ اوعى 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 روح. بص استاذ عادل دلوقتي احنا مش مقسمين الموضوع. الترابيزات اللي هنا بتاعت انا، والترابيزات اللي بعد القطوع بتاعته هو. دوله انا بدلتهم، يبقى بتوعي ولا مش بتوعي؟ لا بتوع انا بقى معلش. ولا 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 يا حته ترابيزاتي اللي انت عمال تقسم فيها، وهنا هو جوه وهنا هو بره. فين الترابيزات؟ فين الشغل يا عم؟ ده انت قلت لي الشغل هنا في القهوه نار. فين النار؟ بردت ولا ايه؟ استاذ عادل بعد اذنك، يعني كل اللي انا اعرفه ان انزل الكوبايه للزبون قبل ما تبرد، انما يعني سر الصنعه على مؤاخذه يعني مش غلوه ميه، دي لها ستيل انا ما اعرفوش. امال مين اللي يعرفه يا فكيك؟ بس يلا يا رمز مالكش دعوه انت. مين اللي يعرفه يا فكيك؟ المعلم زغلول القص. زغلول القص؟ والمعلم زغلول القص ده بقى ايه؟ نلاقيه على انه شيشه يعني؟ لا يا باشا، المعلم زغلول القص ده استشاري القهوه الشعبيه، وده الكارت بتاعه معايا اهوت. اوعى هات لي كارت يا حاج. بس ياه اتفضل يا باشا. ده الكارت بتاعه. وده بقى نقابله ولا نشربه؟ في منه كشري يا حته. شكرا يا مان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، ازيكم يا معلمين؟ أهلا وسهلا. اتفضل يا معلم، اتفضل اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. محسوبك المعلم زغلول القص. معسل يا منور يا معلم. ده المساعد بتاعي. محسوبك المعلم بشاي الكنكة. بشاي وكنكة؟ مش شايف إن في تعارض بين الشاي والقهوة يعني؟ بص بقى يا أستاذ عادل، احنا سمعنا ان انت جديد في الكار ده، عشان كده جينا نعرفك بالسيستل بتاعنا. السيستل اللي هو ايه يعني؟ عدم المؤاخذه. خش في الموضوع على طول يا معلم، احنا سابين هوين على النار. اهم حاجه الخدمه والمشاريب. لا بص حضرتك، اتعهد لك ان شاء الله ان الخدمه والمشاريب هتبقى 100 100. لا 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 لا، احنا عايزينها تبقى يعني دون المستوى، مش 100 100. عشان تاخد شهاده عدم الجوده. عدم الجوده ازاي يعني؟ عدم المؤاخذه. اول هام الشاي لازم تخلطه بنشاره خشب. نشاره خشب؟ ماشي نخلطه بنشاره خشب. وايه كمان؟
تاني هام العناب ده بقى ليه طريقه في غش ومحترم. في غش ومحترم؟ انت مش شايف ان الغش عكس الاحترام يعني ولا ايه؟ لا، انت تروح عند العطار تجيب منه لونين، واحد احمر والتاني بني. الاحمر هتحط عليه شويه ميه وسكر يبقى ايه؟ هيبقى الوان بقى نلون وش الزبائن هم داخلين واحنا في العيد يا معلم. لا، الاحمر على الميه والسكر يبقى كركريه. طب والبني على الميه والسكر يبقى ايه؟ يبقى تمر هندي. ايوه كده. اهو انت كده بقى تاخد شهاده عدم الجوده. بس اهم حاجه الواد اللي بينزل المشاريب يقول للزبون ان الاحمر كركديه والبني تمر هندي. طبعا لازم يقول لهم ان الاحمر هو الكركديه والبني هو التمر هندي، عشان حضرتك الاثنين ما لهمش طعم، ولو لخبطنا ده على ده او ده على ده الاثنين برضو هي هي، بس هو لونهم هو اللي هيخد. ده ايه المراجيح اللي انتوا ركبتوه هاني ده يا معلمين؟ الخلاصه لما تيجي تنزل المشروب لازم تغشه، يعني تزود عليه ميه ونشاره. بس خلي بالك اهم حاجه في صنعتنا دي هي الامانه. الامانه الأمانة يا أولادي ال... إيه؟ يا أولادي الأمانة. يخرب بيتك يخرب ياد. ما بدل ما انت بتخرب بيتي حته حته كده، ما تيجي ياد بالمره مثلا سكينه وتموتني وتخلص. لا يا دولا، انا اتسكر يا انت ايه؟ لازم توقع اي حاجه وانت ماشي. ما وقعتهاش يا دولا، ما عليهاش مشاريب يا دولا. عادي. يعني ما عليهاش مشاريب توقع يعني؟ ده صاج مش هيتني. عايز ايه حضرتك دلوقتي يا عم؟ الزباين كلهم عمالين يشتكوا نفس الشكوى بتاعك كل يوم، ان الشاي مش عاجبهم. يعني ايه مش عاجبهم؟ يظهر بقى يالا ان هم اتعودوا على الشاي ابو نشاره يالا. بس لا 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 لا، انا لا يمكن ابدا اسمع الكلام بتاع القص وانزل الناس شاي بنشاره. بص، انا هنزل لهم الشاي زي ما هو نضيف فل 100 100، وهم يتعودوا عليه بقى. ايه ده الشاي طعمه معفن كده ليه يا رمزي؟ ايه في ايه يا استاذ؟ ماله الشاي ما زي الفل اهو. في ايه وبتاع ايه؟ انا طول عمري بشرب الشاي في المكان ده، اول مره اشربه بالطعم ده. مش ده الشاي اللي انا متعود عليه هنا. يعني ايه؟ يعني انت بتغش في الشاي ده؟ يعني ايه بغش في الشاي؟ الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا بقالي 100 سنه بشرب شاي، واعرف ان الشاي الاصلي لازم يبقى فيه كده حاجات كده على وش الشاي بتعوم كده، حاجات صغيره كده زي النشاره مثلا. نشاره؟ ده انت شكلك ادمنت النشاره. ولا حته. باشا رمزي الخراب. نورنا يا معلم. بقول لك ايه، هنعمل ايه في حكايه النشاره دي يالا؟ الحل عندك يا معلم، النشاره. يظهر ما قداميش غير كده فعلا. خد يلا رمز. ما بقاش الضرب. خلاص الضرب ما بقاش ينفع معاك. 10 جنيه دي روح اتصرف لي وهات لي بيهم شويه نشاره خشب. عينيا يا دولا. اوعى تسف النشاره وانت جاي. لا عينيا يا دولا. هوا موت الزباين في سكتك اسهل. حته قابل وقعده حته. باشا رمزي. نعم. ترابيزه وكرسيين يلا. عينيا حته هوا. أنا آسف يا دولا، أنا آسف. الله ينور يا معلم، هو ده بقى الصح، هو ده بتاع زمان، ده الشاي المظبوط اللي يعدل الدماغ. تسلم إيدك يا معلم. أي خدمة. يظهر يالا بقى مدمن نشارة خشب، شكل وشه هيفلق من نشارة. إيه هنظر؟ ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا ترى مين المعلم صاحب القهوة دي؟ أنا. أنت إيه؟ أنت المعلم؟ أنا المعلم يا باشمهندس، خير تحت أمره. النور ده ولع إزاي؟ ولع من الكوبس بتاع الكهرباء يعني. أنا أقصد الكهرباء دي متاخدة منين؟ متاخدة من عند الراجل بتاع الكهرباء؟ لا، أنا أقول لك دي مسروقة من العمومي، وعشان كده جات لك غرامة ب 15,000 جنيه. وخلي بالك يا الدفع يا الحبس. 15,000 جنيه؟ ايه هي نفقة حضرتك؟ ايه الكلام ده حضرتك؟ احنا ماشيين في السليم ولا رمزي؟ نعم يا دول. انت عملت حاجة في الكهرباء يالا؟ لا خالص يا دول، انا ما عملتش حاجة غير ان انا حطيت كابل الكهرباء بتاع القهوة على الكابل العنوني اللي بره في العمود. لا هو حضرتك الكابل العنوني اللي بقى يخرب بيتك. ماشي يا باشمهندس، هنتصرف احنا في موضوع الفاتوره ده حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. 15,000 جنيه وبعدين ممشي لي كابل من القهوه لغايه العمود يا الدريف الارض يالا. 15,000 جنيه خساره اهو ساعه صبحيه. اعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ نعم يا دول. زود لي النشاره يالا بتاعه الخشب في الشاي. عينيا يا دول. هاو 15,000 جنيه و300 تمن الكرسي. على حته. صباح الفل يا باشا. الله ينور على حته. ربنا يكرمك.
الله يخرب بيتك يا رمزي. ربنا يكرمك يا دولا يا رب. دولا انا بقول لك يا دولا، احنا ليه ما بننزلش كوكتيل؟ كوكتيل وانا ناقص خراب بيوت؟ ما انت قاعد بتشربه يا. لا ما حصلش يا دولا. ما حصلش؟ لا حصل، وانا عارف كويس قوي، حته شافك كمان وانت عمال بتشربه. لا يا دولا. طب ايه دلايلك؟ ايه دلايلك؟ دلايل ان حته شافك يا ولا حته حته يا باشا. بتقول له لا ايه؟ ما انا شايفك انت بتقول له لا يا غبي يا غبي. البيه عمل ايه في الكوكتيل؟ قول له. اقول لك يا معلم، كان مادي تبوظه في الشفشق كده وشغال شفط لغايه ما فضى كل اللي فيه. من فضل على فكرة بقى دول، انا كنت يا عم بقى بنضفه. تنضفه من الكوكتيل اللي فيه، تنضفه اما يخلص الكوكتيل تبقى بعد كده تنضفه. يلا اتكلوا على الله، انتوا الاثنين شوفوا شغلكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك احنا دفعنا الكهرباء خلاص. لا ما انا مش جاي عشان الكهرباء. امال جاي عشان ايه سيادتك؟ اصل انا اتنقلت لشركة المية وبلغوني ان عليكم ايصالات ميه متاخره بمبلغ 10000 جنيه. ايه 10000 جنيه؟ لا حضرتك بقى تروح تاخدهم من صاحب القهوه، انا ماجر منه، ده انا ما كملتش الشهر حضرتك. انا ماليش دعوه، انا ما باخدش من اللي ماجر، انا باخد بالعين. لا عين ولا بق، انا مش دافع. يعني مش دافع حضرتك؟ خلاص ما تدفعش، اقطعوا الميه بقى. امسك كده يبقى ليك قضيه. سلام عليكم. يا نهار ابيض، 10000 جنيه وقبل كده 15000 جنيه ولا رمزي؟ نعم دول. عايزك يلا تزود النشارة بتاعت الخشب على الشاي، وهتوصل للعطار تجيب من عنده لون مضروب، أرخص لون عشان نحطه على العناب. اتكل على الله. عناية دولة. يلا اتكل على الله. طب تقول ما أنت اللي ماسك يا دولة بقى. يا سلام جت على الماسكة. ماشي بقى. لا ولا ولا. أنا آسف يا دولة، أنا آسف. خرب بيتك. السلام عليكم. نعم حضرتك. حضرتك هندفع إن شاء الله المية، هندفع. حاضر. لا ما أنا جاي عشان حاجة تانية خالص. مش انا اتنقلت؟ اتنقلت امتى حضرتك؟ انت لسه خارج دلوقتي من القهوة ودخلت على طول. اتنقلت امتى؟ ما نقلوني وبلغوني في التليفون ودوني الحي، ورحت هناك بقى لقيت عليكم غرامات متأخرة 20000 جنيه مخالفات اشغال طريق، عشان بتحطوا الكراسي برا في الشارع صف تاني برا. صف تاني ايه حضرتك؟ واحنا راكنين عربيات، دي كراسي حضرتك، وبعدين ما بنحطهاش برا. الزباين عندنا بيقعدوا جوه بس ما بيقعدوش برا. بص المخالفة 20000 جنيه، امسك ادي الفاتورة، تدفع في خلال يومين يا اما نقفلها لكم خالص. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده كده باظت خالص. ولا رمزي؟ نعم دول. تعالى يلا. بص عايزك بقى ايه، كل 2 كيلو نشارة خشب تحط عليهم كيلو شاي. يلا. حاضر يا دول. ولا اقول لك تعالى؟ لا كل 10 كيلو نشارة خشب كيلو شاي. حاضر يا دول. لا 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 لا، ده انا عندي 20 وعندي 10 وعندي 15. بص المخزن املاهولي نشارة خشب وحط عليه شوية شاي كده ومن فوق الوش. حاضر يا دول. بقول لك يا دول، ما نخلي الشاي اللي في الشوية دولت نشربهم احنا. ليه؟ نغش؟ نبقى غشاشين يلا؟ لا طبعا، راعي ربنا يلا. هو ده، الله ينور يا معلم، هو ده الشاي المظبوط اللي يعدل الدماغ ويخلي الطاسه موزونه ومية مية. تسلم ايدك يا معلم. عجبك يعني الشاي؟ اوه ده انا هين عليك، ابوس ايدك يا معلم. تسلم ايدك يا ده رمزي. اي خدمه يعني، ما حسيتش يعني باي حاجه يعني. عموما طيب ولا رمزي؟ نعم. انا عايزك يلا تكتر النشار على قد ما تقدر يلا. انا يا معلم دولا. فين المعلم صاحب القهوه دي؟ اهلا اهلا بالمعلم عوض، اتفضل. مش تهدى بس كده وتشرب لك كوبايه شاي من بتوعنا الاول؟ كوبايه شاي من اللي بتحط عليها نشاره خشب برضو؟ ايه 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 ده؟ ايه يا معلم؟ ايه ايه؟ لا وطي صوتك لو سمحت. ايه نشاره خشب دي؟ دولا احب اعرفك يعني المعلم عوض المنشار النجار اللي احنا بنجيب من عنده النشاره اللي بنحطها على الشاي للزبائن. غبي غبي. انت المعلم صاحب القهوه دي؟ ايوه انا المعلم، تحت امرك. خير يا معلم. طب يا سيدي عليك لحسابي انا اللص عوض المنشار مبلغ وقدره 35000 جنيه. ايه 35000 جنيه تمن نشارة خشب؟ امال لو بتورد لي خشب هدفع كام يعني؟ الحق عليا اللي عندي ضمير وبورد لك نشارة خشب زان مش مزجي. المهم هتدفع ال 35000 جنيه ولا لا؟ ايه اللي ولا لا؟ انت بتهددني يعني؟ بص انا كده كده خربانه معايا، كل شويه مطلوب مني فلوس مطلوب مني فلوس. يا جماعه يا اخوانا. ايه دولا؟
فين الفلوس بتاعتي يا معلم؟ عايز الفلوس؟ ايوه. عناية ليك يا اخوانا، الراجل ده يا اخوانا غشني وانا ضميري صحي ولازم اقول لكم على كل حاجه. انت كنت بتورد لي يا معلم نشاره خشب يا خفيف؟ الاستاذ كان بيورد لي نشاره خشب على انها شاي، وكنت بشربكم نشاره الخشب دي على انها شاي من غير ما نعرف. ايه؟ ايوه. ممكن الله يخرب بيوتكم، يعني كل اللي احنا بندفعه ده كانت نشاره خشب؟ الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. ايوه اتصرفوا معاه بقى، اجري يلا يا رمزي. ليه يا دوله؟ ليه يا دوله؟ خليك يا ده رمزي، اتصرفوا يا رجاله. منك لله يا حته، كل اللي انا كسبته خسرته ودفعت فوقيه فلوس كمان. ايه ده؟ ايه يا عادل؟ هو انت مش نازل النهارده على القهوه ولا ايه؟ لا يا ست مش نازل، انا هقعد النهارده بقى في البيت، يعني اغير قعده البيت حلوه برضو. طب بقول لك ايه، تحب اعمل لك كوبايه شاي فظيعه؟ الشاي ده فتله ولا سايب؟ لا هو سايب بس نوع جامد موت، اسمه منشار. المنشار؟ عرفت اصلا. وريني الشاي قبل ما تعمليه. ماشي اوكي. استنى 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 هفتح. ايوه 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 يا عم، مستعجل على ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت تاني برضو؟ ايه اتنقلت فين المره دي وجاي عايز فلوس؟ اتنقلت ايه، انا اترفدت الحمد لله، بس ربنا كرمني براجل ابن حلال عيني في الزباله. زباله عليك 25 جنيه زباله؟ ده ايه الزباله اللي انا فيها دي؟